خلينا بقى ننتقل بعد كده مع حضراتكم وبعض الاخبار الهامه، وخلينا نروح تحديدا لباريس سان جيرمان، لان باريس سان جيرمان اعلن خلاص طبعا عن رسميا، هنا ناس كثيره كانت بتتكلم، اعلن رسميا عن تعاقده مع كريستوف غالتيه. وعايز اقول لحضراتكم كريستوف غالتيه ده طبعا تولي المهمه الفنيه للفريق خلفا للمقال ماريسيو باتشينتو اللي تمت اقالته ليه بقى بعد موسم ونص من تولي تدريب الفريق اللي هو قدم فيه مش النتائج الافضل، مش اللي كان متوقع طبعا من الجماهير. وباريس سان جيرمان من النوادي اللي بيتقال عليها بيتصرف عليها كتير جدا، يعني من النوادي اللي راس المال فيها موجود بشكل كبير جدا، فعشان كده ما كانش فيه رضا لا من قبل الاداره ولا من قبل الجماهير على هذا الاداء، فحصل هذا التغيير. ناس كتيره كانت كاتبه او معلقه على يعني كريستوف بيقول لك متفائلين بوجوده وبانضمامه لباريس سان جيرمان، هيبان طبعا الفتره اللي جايه. انا من الناس اللي يا كريم ما بحبش احكم من الاول، يعني لازم انت تشوف حتى لو كان السي في، غير طبعا في بعض الاسماء اللي لا يمكن يبقى فيها او عليها جدال، لكن برضو مش عايزين نحكم من دلوقتي، بس خلينا نشوف، لان باريس سان جيرمان من النوادي بصراحه اللي تستحق ان هي تكون في المقدمه، يعني لان انت ما عندك المال، عندك الاسماء، عندك اللعيبه، عندك الاداره، عندك الميزانيه، عندك كل حاجه تقريبا. دول مش بس يستحقوا يكونوا في المقدمه، دول المفروض ان ما يصحش ان هم ما يكونوش في المقدمه. يعني ده عندهم كتيبه، يعني حاجه صعب جدا. المفروض ان احنا كنا يعني نشوف نتيجه بقى طبعا الصفقات الخياليه والاسطوريه اللي عملها الفريق ده. تخيلنا كلنا اننا هنسعد باداء استثنائي وهنتفرج على نتائج مبهره وماتشات ضرب نار، ما حصلش حاجه من الكلام ده كله، يعني شيء عجيب جدا.